اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن فراعنه الاسره الخمسه، وهنتكلم عن ملك جديد وهو الملك ساحوراع. الملك ساحوراع بيعتبر تاني ملوك الاسره الخمسه، ووالدته الملكه نفرحتبس الثانيه، وابوه هو الملك اوسر كاف. حكم الملك ساحوراع لمصر دام حوالي 12 سنة خلال القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، وفي نفس الوقت اللي حكم فيه الملك ساحوراع مصر عمل علاقات تجارية مع بلاد كتير، منها فينيقيا او لبنان حاليا. بعت الملك ساحوراع بعثات ورحلات تجارية بحرية لساحل فينيقيا الشام حاليا عشان يستورد خشب الارض. ارسل الملك ساحوراع بعثات برضو لبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا الموجودة في جنوب البحر الاحمر عشان يحضر المر والاحجار الكريمة، ويحضر بعض المعادن زي الملاقات والاكتروم اللي بيعملوا سبيكة الذهب. ملك ساحوراع كان بيبقى سعيد جدا لما البعثات التجارية اللي هو بيرسلها للبلاد التانية بتنجح، وكان بيسجل البعثات دي في لوحة موجودة في معبده الجنائزي. وبعت الملك ساحوراع بعثات تجارية برضو لسينا لمناجم الفيروز والنحاس. وفي دراسات تاريخية لعلماء آثار مشهورين بتقول إن الملك ساحوراع بعت حملات عسكرية لغرب مصر عشان يحارب الليبيين استولوا على قطع ارضيه في الصحراء الغربيه. من اعمال الملك ساحوراع الداخليه ان هو بنى لنفسه هرم في منطقه ابو صير، وبالطريقه دي قدر يبعد عن منطقه الجيزه واهرامات الجيزه اللي بنى فيها الاسره الرابعه اهراماتهم، وعن منطقه سقاره اللي بنى فيها بعض ملوك الاسره الخمسه وبعض ملوك الاسره الثالثه اهراماتهم برضه. وفي بعض النظريات التاريخيه اللي قالها بعض علماء الاثار بتقول ان الملك ساحوراع حب يبعد عن منطقه سقاره عشان المنطقه دي بقت مزدحمه جدا بالمعابد الشمسيه والمعابد الجنائزيه، وهرمين هرم اوسركاف والد الملك ساحوراع وهرم الملك زوسر. فالملك ساحوراع حس ان المنطقه دي ما ينفعش ان هو يتبني فيها اي اهرامات او يتبني فيها اي مجمعات اهراميه تانيه. ولما نلاحظ هرم الملك ساحوراع هنلاقيه انه اصغر بكتير جدا من اهرامات ملوك الاسره الرابعه، بس لو هنيجي التزيين فهرم الملك ساحوراع اجمل بكتير. من ضمن الرموز الجمالية اللي هنلاقيها في مجمع أهرامات الملك ساحوراع إن الطريق الواصل بين معبد الوادي والمعبد الجنائزي مزين بنقوش، نفس النقوش دي برضو موجودة جوه المعبد الجنائزي، فده بيطفي على المنطقة جمال مش موجود في أهرامات الجيزة اللي كانت موجودة أيام حكم الأسرة الرابعة. ومن ضمن الابتكارات اللي دخلها المهندسين اللي أنشأوا للملك ساحوراع الهرم وأنشأوا له برضو المعابد إن هم يعملوا البهو المعابد دي أعمدة من النخيل، والفكرة دي انتشرت بعد كده على مر العصور، وده كان ملاحظ جدا في البنايات اللي انتشرت في عهد الدولة الحديثة اللي كانت أعمدة المعابد معمولة على شكل جذوع النخيل. ومن النظريات الموجودة عن الملك ساحوراع اللي بنى معبد للشمس في منطقة أبو صير، المعبد ده اسمه حقل رع، وبيعتقدوا ان هم في الوقت القريب هيكتشفوا المعبد ده في منطقة أبو صير. وبالنسبة لهرم الملك ساحوراع، فهرم الملك ساحوراع هو أول هرم وأول مجمع هرمي يتبني في مجمع مقابر منطقة أبو صير في مصر. الهرم اتبنى سنة 2480 قبل الميلاد، وهرم ساحوراع هو جزء من مجمع جنائزي كبير بيضم معبد على ضفة بحيرة أبو صير. ممر من المعبد الموجود على ضفة بحيرة أبو صير لمعبد تاني مرتفع عنه موجود قدام الهرم الرئيسي بالظبط، وتعرف مجمع أهرام الملك ساحوراع باسم شروق روح الباء لساحوراع، وأول مرة اتنقب فيها عن مجمع أهرامات الملك ساحوراع بشكل موسع كانت في بداية القرن العشرين على يد العالم لودفيج بوشارديت. وبيدرج دلوقتي مجمع أهرامات الملك ساحوراع على أنه علامة بارزة في تاريخ العمارة المصرية القديمة. من ضمن المميزات الموجودة في هرم ساحوراع أنه هو مميز بالدرجات، والدرجات دي فضلت موجودة ومغيرش من تصميم الهرم، وفضلت موجودة لغاية نهاية عهد الأسرة السادسة. ومن المميزات اللي كانت موجودة في مجمع أهرام الملك ساحوراع النقوش اللي كانت موجودة في معبد الوادي والمعابد المرتفعة وممر المجمع بأكتر من 10,000 متر مكعب من النقوش البارزة واللي كانت مدية للمكان ده شهرة في العصور القديمة. ومن الواضح جدا ان ملوك الأسرة الخامسة زي الملك أوسركاف والملك ساحوراع كانوا مهتمين جدا بالمعابد اكتر من الهرم، لدرجة ان المعبد بيكون بارز وظاهر في الوجهة اكتر من الهرم بمراحل. من الواضح جدا اهتمام الملك ساحوراع ببناء المعبد، لدرجة ان الطوابق والارضيات بتكون معمولة من المرمر وحجر البازلت،
والجدران بتكون معمولة من الحجر الجيري الجيد جدا والجرانيت الأحمر. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا عن هرم الملك ساحوراع، وهتلاقوا لينك فيسبوك وتيك توك والقناة التانية بتاعتي تحت في الديسكريبشن. منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.